بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تعزيه ومواساه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهوريه التركيه الصديقه ذلك في ضحايا التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا محطة قطار في مدينة أنقرة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص أعرب جلالته في عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر الضحايا وللشعب التركي الصديق مؤكدا جلالته موقف مملكة البحرين الدائم لكل ما من شأنه التصدي لمثل هذه الجرائم الإرهابية سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بوسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية